بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا مشاهداتنا، مرحبا بكم مشاهدي قناة زوم. نرحب بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والذي سنخصصه لأبرز عناوين آخر مستجدات الساحة السودانية. وقبل أن نبدأ الفيديو، فضلا وتكرما منكم نرجو مساندة القناة ودعمها، وذلك عبر الضغط على زر الإعجاب، وكذلك ندعوكم إلى مشاركتنا بتعليقاتكم في أسفل الفيديو. ونبدأ على بركة الله. في أولى العناوين نقرأ أن إريتريا تدعم جهود المجلس العسكري الانتقالي لحل الأزمة في السودان، هذا في صحيفة الديار اللبنانية. في عنوان آخر في صحيفة الركوبة الإلكترونية، مأزق الإسلام السياسي والصراع الإيديولوجي في السودان ما بين الغرب العلماني الليبرالي والشرق الشيوعي الاشتراكي، هذا عنوان في صحيفة الركوبة. في صحيفة الخليج أونلاين نقرأ بخبر عاجل يقول بأن قوى الحرية والتغيير في السودان تشترط إطلاق سراح 4 من قيادتها المعتقلين قبل التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي. وفي صحيفة المشهد عنوان أن وفدا من جامعة الدول العربية في السودان، يعني وصل إلى السودان لاستئناف الحوار بين القوى المدنية والمجلس العسكري. في التلفزيون العربي الوسيط الإثيوبي في السودان يعرب عن أمله في عقد لقاء مباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأربعاء القادم. وفي صحيفة البلاد نقرأ عنوان الحرية والتغيير تعود للتفاوض ووفد من الجامعة العربية بالخرطوم، هذا في صحيفة البلاد. نفس العنوان في صحيفة الاتحاد الإماراتية بأن وفدا من الجامعة العربية وصل إلى السودان. في وكالة الأنباء السودانية الرسمية وكالة سونا الخارجية السودانية ترحب بمساعدة الاتحاد الإفريقي للأطراف السودانية، حيث رحب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين في تصريح لوكالة السودان للأنباء بالجهود المختلفة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. وفي خبر في قناة المنار اللبنانية تحت عنوان مسؤول بقوى الحرية والتغيير في السودان لسبوتنيك، المجلس العسكري الانتقالي يريد رئاسة دائمة، هذا عنوان مثير شيئا ما. فحسب مسؤول بقوى الحرية والتغيير فإن المجلس العسكري الانتقالي يريد رئاسة دائمة لمجلس السيادة وفترة انتقالية لعامين، وهذا ما يرفضه المجلس، وهذا ما يرفضه مجلس قوى الحرية والتغيير طبعا، ليس المجلس العسكري. إذن تقريبا هنا عنوان آخر في صحيفة الرأي الأردنية يتكلم عن الوساطة الإفريقية ووصول طبعا وفد بين الجامعة العربية أيضا. وفي وكالة الأناضول السودان الحرية والتغيير تقرر التفاوض المباشر مع العسكري، حيث أوضح قياديون بقوى الحرية والتغيير وهو الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات طلب عدم ذكر اسمه للأناضول أن قوى الحرية والتغيير قبلت بطلب من الوساطة للجلوس في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري. تقريبا العناوين اليوم كلها تتمحور حول المفاوضات المباشرة المزمع إقامتها في السودان. في عنوان في موقع مصراوي المصري نقرأ تحت عنوان مظاهرة السودان، ما هي تبعات المظاهرة المليونية التي خرجت في 30 من يونيو، يتساءل الموقع الإلكتروني، حيث قال في التفاصيل لا تزال الصحف العربية تناقش المظاهرات الحاشدة التي خرجت في السودان ودعت إليها قوى الحرية والتغيير، وهي أكبر مظاهرات منذ فضل اعتصام المتظاهرين من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم منذ ما يقرب من شهر. ويرى بعض الكتاب أن قوى الحرية والتغيير ليس أمامها سوى مسار واحد وهو إعلان حكومتهم المدنية، بينما وصف آخرون استمرار المعارضة في استعمال الجماهير من أجل الضغط على المجلس العسكري بالخطأ الفادح. ويعني تفاصيل المقال كلها في موقع مصراوي.
وفي عنوان مثير آخر، المبعوث الأمريكي يقول بأنه لا يمكن استبعاد الدعم السريع عن المشهد بطريقة أحادية. فيبدو أن حميتي يعني التحركات التي كان يقوم بها والاستعمال القوة والاستعانة ببعض يعني الشخصيات من خارج السودان بدأ يعطي أكله، حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بأن المبعوث الخاص دونالد بوث أنه من المهم للأطراف السودانية محاولة الوصول إلى اتفاق، وقال إن الفراغ الناجم عن غياب الحكومة يؤدي لمخاطر تجعله عرضة لملئه من قوى غير مرغوب في وجودها، واعتبر أن المسارعة في إنجاز اتفاق صارت أولوية مطلقة حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى. حتى المبعوث الأمريكي أصبح يهدد بالفوضى في السودان. وشدد بوث في حوار نشرته البيان الإماراتي أمس على أن كل شيء يحتاج لوجود الحكومة وممارستها لواجباتها بشكل يومي، ونبه إلى أن جهود الولايات المتحدة والإمارات والسعودية والمملكة المتحدة كان لها تأثيرها في دعم وساطة الاتحاد الإفريقي. واعتبر بوث الاجتماع بادرة جيدة لإعادة الأمور إلى نصابها، ورأى أن هناك فرصة جيدة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وقال هذا هو الطريق الذي يلبي مصالح الجميع. وأقر بوث، اسمعوا جيدا إلى هذه الفقرة، أقر بوث بأن قوات الدعم السريع تنتشر في شوارع الخرطوم، وأنها تعتبر الآن القوات الأكثر تسليحا وجاهزية عسكرية، لا يمكنك إبعادهم عن المشهد بطريقة أحادية. وقال لكن علينا تحديد الطريقة المناسبة للتعامل معها. إذن هذا هو كان تصريح المبعوث الأمريكي دونالد بوث. إلى هنا مشاهدينا ننهي هذا البث الذي تطرقنا فيه إلى أبرز عناوين الأخبار وآخر مستجدات الوضع السوداني، وسنوافيكم بآخر المستجدات أيضا في مواعيد قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.